خلينا اروح لاتصال مع جون حاتم رئيس نقابة موزعي الغاز في لبنان. استاذ جون صباح الخير. الو، شكرا لك استاذ جون. بلشوا الشركات يوزعوا يعبوا قوارير غازي ما بعد؟ لا بلشوا، هن ما وقفوا، بس نعم. كان الجهات اللي عم يعطوهم اياها عم يكسبوهم اياها الوزاره عاليه اوطى من السعر الموازي، يعني اوطى من سعر السوق الموازي. طيب بس اليوم ارتفعت قاروره الغاز، ارتفعت 10200 ليره لانه مليار. نعم، بس الشركات ما هم راضيين بالتسعيره اللي طلعت، لانه مسعرينهم الدولار عشان 20,405. نعم طيب، انت بتعرف السوق الموازي هو 21,000، يعني عم بسبب خسائر لهم وبالنتيجه عم تنعكس علينا، لانه الشركات كمان ما بدها تتحمل الخسائر، عم تحملنا اياها لعند مكان. طيب نحن ما فينا نحن الحلقه الاضعف بهي العمليه هذه. طيب الثانيه كنا عم نقول انه كمان عم يطلبوا دولار فريش. بعدهم هلا بعد نفس القصه كمان. طيب وبزياده كمان زاد القماش كمان. هيدا هن عم بيعبوا لكم، يعني للموزعين عم بيعبوا، عم بيطلبوا دولار كاش صح؟ نص دولار نص الثاني. عظيم، انتم شو عم تعملوا هلا؟ اذا بدكم يشتري من عندكم المستهلك بده يدفع لبناني او بده يدفع دولار؟ لا ما في يقبض من المستهلك انا دولار، ممنوع اقبض دولار منه. طيب انت ممنوع، الشركه مسمح لها تقبض منك دولار؟ ايه، بيعتبروا انه وزاره الاقتصاد اعتبرت انه الموزع والشركه بتاعتها هي التجار، الشركه بتاعتها مثل ما شركه يعني مثل ما الشركه عم تدفع للشل عم تستورد منهم، انت يعني الموزعين نفس الشيء. معتبرين انه نحن بيقولوا لنا حمايه المستهلك بحق لنا نحن نتعامل بالدولار بين بعضنا، بس المستهلك لا. بس ممنوع تبيعه للناس بالدولار. ما فينا نبيع الناس الدولار، هي اول شغله، لانه بعدين هلا كيف بدنا ننزل على السوق؟ نحن بتعامل لنا اياها على الدولار، هلا الشركات قامت الحمل عنا حطيت علينا. طيب شو رح تعملوا؟ هذا بدنا نعمل اجتماع تنشوف، يا بدنا نوقف، هلا انا بقلب الاجتماع يعني. انتم بقلب الاجتماع؟ انتم بقلب الاجتماع؟ لا مضطرين نحن انه نزيد، بس كنت بدي فرق صف الدولار. يعني قد ايه بدها تصير تقريبا؟ قد ايه بدها تصير تقريبا القاروره؟ يعني هي فيها خساره تقريبا بحدود امينه، يعني بدك تدفع مجاتك حدود 7000 ليره خساره. فيها خساره يعني لازم تكون زياده 10,000، هيك بنفهم منك ليكون في هيدي ال 7000 فرق بين ال 20,450 والسعر الموازي هلا وقت الحاضر هو بحدود ال 21 وشوي. هي الخساره بتكون بحدود ال 7000 ليره فرق، هذا عم تخسر بالدولار بس. طيب الاجتماع مين بيضم استاذ حاتم هلا عم تتشاور؟ نحن كنقابه لتاخذوا قرار شو بدكم تعملوا تجاه كل اللي عم يصير. يا بدنا نوقف يا بدنا طيب يعني هلا تقريبا القاروره ب 245,000، اذا زدتوا علي 10,000 بدها تصير 255,000. مضبوط غير يعني. طيب فيكم تعملوا هيدي الخطوه بدون مراجعه الوزاره؟ نحن بنحن بقى عم نشتغل على هذا، بنراجع الوزاره فعلا. بس استاذ حاتم الناس عم بتقول انه القاروره وصلت لل 280، هون شو بنقول؟ نحن كنا لا انا طلعت وحكيت، انا قلت لهم اذا ضل اذا ضل سعر الصرف هلا والبلس العالميا سعر الصرف العالمي طالع ممكن توصل لل 280,000. لا لا انباعت الاسبوع الماضي عم تنباع ب 200، هذا عم يبيعوا السوق سوداء، يعني انا بطلب منهم انه يلحقوا. طيب بعد سؤال، في تراجع بمبيع قوارير الغاز من عند المواطنين؟ اكيد عن غلا في هذا المستهلك، ما عنده امكانيه يشتري قليل غاز، كان 250 او كان 200,000 مشكله، ما عنده امكانيه، يعني بالشهر بده بين صيف وشتاء. بتخلصوا قبل 8:30؟ بتخلصوا اجتماعكم قبل 8:30 حتى نرجع نحكي بالموضوع؟ نحن بدنا الاجتماع، نحن بدنا نتواصل نحن وزاره الطاقه ووزاره الاتصال. اي يعني للتسعه تفتح اكيد. بدنا نقول لكم يعطيكم العافيه وناطرين البيان الصادر عنكم. شكرا لك جان حاتم، نقيب موزعي او رئيس نقابه موزعي الغاز.